سؤالي بقى هنا، هل الظرف الاجتماعي والسياسي والتاريخي له دور في فرض هذه الزعامة؟ هل رجل وحده ممكن يقود دولة؟ هل كان لو السيسي بكاريزمة عبد الناصر كان يمكن أن يقود مصر إلى مكانتها أو يعيدها إلى مكانتها تانية ودورها المحوري؟ طيب خليني أبدأ من زاوية تانية وهرجع لسؤال حضرتك. مصر بدورها الإقليمي وبأهميتها الإقليمية وبأهميتها لجيرانها، جيرانها إذا كان فلسطين أو جيرانها إذا كانت ليبيا أو السودان أو سوريا، كل الجيران بهذه الأهمية، كان يراد لمصر هناك مشروعين كبيرين، مشروعين وحيدين في العالم. خلينا نقول طوال الوقت هناك مشروعين، إما مشروع تحرر وإرادة وطنية وأن يحكم المدني المنتخب العسكري المعين، وإما في المقابل هناك مشروع ترعاه قوى الاستعمار وقوى الإمبريالية وقوى التوسعية العالمية. خلينا نقول إن ده يعني مسألة لابد أن يعلمها المشاهد ولابد أن تستقر في ذهنية المشاهد. منذ نهايات القرن الثامن عشر وحتى هذه اللحظة، منظومة العلاقات الدولية تنضج وتطبخ بطريقة واضحة، تقاد من خلال المنظومة البنكية بصراحة شديدة. هذه المنظومة البنكية، إذا احنا رحنا وقلنا الولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللحظة يمكن أن تكون هي التي تمنح صك الاعتراف، لأنه المنظومة البنكية استقرارها في هذه اللحظة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى الغرب الأوروبي. في السابق كل ما استقرت المنظومة البنكية في مكان من الأماكن كان هو مفتاح الاعتراف ومفتاح العلاقات. خليني أقول لحضرتك أنه هذا الأمر لابد أن يكون مستقرا في أذهان الناس. المنظومة البنكية هل تتحكم في المنظومة البنكية من زمان؟ نعم. لماذا لم تتحكم في عبد الناصر؟ أنا هقول لحضرتك في هذه اللحظة اختلاف عبد الناصر، أنه عبد الناصر كان هناك لديه من يصنع الأفكار ومن يصيغ الأفكار. خلينا نكون صريح، ما يتعلق بالفكرة القومية استقاها محمد حسين هيكل واستقاها مستشار عبد الناصر من مدزيني، بفكر مدزيني الذي أسسه في 1800. بس كانت موجودة في الشام. نعم. كان هناك قوميين في الشام لديهم، نعم، فكرة عن القومية العربية، لكن كان بعثيين مش العفلق وغيره والناس دي. نعم وهي كانت مستقاة من فكر مدزيني وفكر تحرر وطني في الأساس. مدزيني كان صنع فكر تحرر وطني مبني على قومية، مبني على أن هناك كل المشتركين في عرق أو كل المشتركين في اللغة أو كل المشتركين في الثقافة من حقهم أن يستقلوا ومن حقهم أن يتحرروا وطنيا عن منظومة الاستعمار الدولية. هذه هي المنظومة التي استقاها عبد الناصر. في هذه اللحظة عبد الناصر، مع كل اختلافي أنا بالمناسبة إسلامي، لكن عبد الناصر كان يحترم له وكان يحسب له أنه قادر على أن يصيغ أفكاره وعلى أن يحدد منظومة أو رؤية واضحة. الراجل ممكن نختلف معه ونقول أنه هو كان قمعي وكان هناك يعني هناك تحفظات شديدة على أدائه السياسي، لكن على مستوى أنه كان هناك توجه للصناعة كان مسألة واضحة. كان بيشترك في ثورات بلاد أخرى زي الجزائر، لا يمكن إنكارها. مفهوم اليمن، مفهوم الوحدة عضوية للمنطقة العربية كان واضحا لدى عبد الناصر. مفهوم الوحدة عضوية لكل لبلاد المنطقة، وحتى هناك امتدادات ثورية لعبد الناصر، يعني علاقته بجيفارا في لحظة من اللحظات، بالضبط علاقته بكل ثورات الخطابي في المغرب. مسألة كانت واضحة، أنا بقول لحضرتك وأنا أتوقع أنه مسألة كانت واضحة أن هناك قوى استعمار وقوى توسع، قوى توسعية عالمية تريد السيطرة على مصر، وهذا ما تحقق في هذه اللحظة. كل بنناقش الفرق ما بين عبد الناصر وبين عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي أريد له، عبد الفتاح السيسي في سنة 2006 أستاذ محمد وقف يخاطب أو وقف يحاضر في كلية حرب أمريكية عن رسالة الزمالة بتاعته في كلية حرب أمريكية عن كيفية مواجهة نظام الحكم الإسلامي. ده كانت محاضرة عبد الفتاح رسالته. نعم. نعم. المسألة كانت واضحة أن هؤلاء أو قوى الاستعمار أو قوى التوسع تريد أن يكون هناك مشروع بعد الثورة. الثورة كانت فضحة وكانت يعني قلبت التربة وصدرت لنا، يعني أقدر أقول أنه خلت اللي تحت التربة يطلع على السطح. صحيح. لما طلع اللي تحت التربة على السطح بدأ يبقى القوى الغربية وقوى الاستعمار وقوى التوسع مضطرة إلى أن تأتي بعميل مباشر يخدم المصالح. هنا السؤال بقى أستاذ محمد، وأنا آسف أنا هزعلهم، يعني كل حضرتك بتقول كل ما بكون مضيف معاك، أنا بسأل هنا فرقة المود بتاع الدحلان الذي هو أحد أدوات الغرب الاستعماري، صفوة رحمة وسمير المشهراوي، وماذا يفعلون في مصر؟
لماذا لما بما تفسر وجودهم في مصر في هذه اللحظة؟ مين الفرقة دي؟ في فرقة الموت بتاع الدحلان أبن بقايا الأبن الوقائي، بكلم عن أسماء سمير المشهراوي وصفوة رحمة ويعني أنا مش متذكر، مش نظيفة يعني بالضبط. بيعملوا في مصر، بيعملوا في مصر يعني ما دورهم في عملية بيرع عبدك مثال؟ ما دور هؤلاء في صناعة ما يسمى بالإرهاب، بالإرهاب في مصر؟ هنا دي مجموعة من الأسئلة، هذه أدوات. لماذا مولت الإمارات هذه القاعدة الضخمة، القاعدة الضخمة، قاعدة سيدي براني، وأتت بعناصر روسية لكي تدير العملية على طيب. على ليبيا؟ أنا هنا بحتك مع الملفين اللي حضرتك استدعتهم، ملف الفلسطيني وملف الإرهاب. عشان كده عايز أروح ملف الفلسطيني.